الجبهة الغربية لمحافظة تعز أكثر الجبهات حصادا لعناصر الميليشيا. تميزت هذه الجبهة عن بقية الجبهات كونها مثلت مصيدة لعناصر الميليشيا طيلة فترة المواجهات، فلا يكاد يمر يوم ولا يخلو فيها مكان دون وقوع عناصر الميليشيا في فخ أحكمته لها عناصر المقاومة. تمتد الجبهة الغربية لتشمل المناطق والمديرية الساحلية بدءا من الوازعية ومرورا بذباب وحتى منطقة باب المندب الاستراتيجية. هنا بعض من أفراد المقاومة وهم يترصدون ويعدون الشراك تحسبا لأي هجوم قد تقدم عليه عناصر الميليشيا، وهنا يتم تأكيد حضور المقاومة وسيطرتها. نحن هنا من قبائل أبناء الصبيحة متواجدين في منطقة دباب. ونظرا لطبيعة المنطقة الواسعة وطولها على امتداد الشريط الساحلي فهي تحتاج إلى يقظة ونباهة خاصة، وهكذا تتم المهمة والتمشيط طيلة الوقت للإبقاء على الوضع آمن وتحت السيطرة في المناطق المحررة من جهة، ومن جهة أخرى نوع من الاستعداد لاستكمال تحرير بقية المناطق والمديريات في المحافظة.